لمناقشة عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الباحث المتخصص في الشأن الفلسطيني السيد صلاح العواودة. مرحبا بك معنا. مساء الخير لك والسادة المشاهدين، وتحية لشعبنا والمقاومين في جنين. حياكم الله. ليست المرة الأولى التي يقتحم فيها الاحتلال المخيم ويشتبك مع المقاومين هناك، لكنها المرة الأشرس على ما يبدو منذ كما قال المراقبون منذ أكثر من 20 عاما، الاجتياح المشهور والاشتباك المشهور في عام 2002. كيف تصف المشهد سيد صلاح في البداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المؤكد هو تأكيد ما قلناه سابقا، وهو أن حالة الانتفاضة أو حالة المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية كل يوم تجتاز مرحلة جديدة، وكل يوم تصعد أو تتصاعد في درجة جديدة في مواجهة هذا الاحتلال. وكان الحديث في البداية عن عدد بسيط من المسلحين وعن بؤر صغيرة، هذه البؤر آخذة في التمدد في الضفة الغربية. حاول الاحتلال بكل الوسائل من الاعتقالات والقمع والهدم والملاحقة وحتى الاغتيالات بمستوى 10 شباب في اليوم كما حصل سابقا في مخيم جنين، حاول أن يقمع هذه الظاهرة وينهيها، واستخدم كثير من التكتيكات خلال العامين الماضيين لاجتثاث هذه الحالة من الضفة الغربية بعد سنوات طويلة من الهدوء. ولكن ما يحصل في الأيام الأخيرة هو يثبت فشل سياسات الاحتلال ويثبت مدى إصرار وعزيمة الشعب الفلسطيني وعزيمة مخيم جنين في مقدمة هذا الشعب. فالانتقال في حجم العمليات وشكل العمليات وما شاهدناه في الأسابيع الأخيرة في منطقة رام الله وفي منطقة نابلس وقبل ذلك في حوارة وفي أكثر من مكان في الضفة الغربية وفي أريحة، هي كلها مؤشرات ومعطيات تؤشر بأن الاحتلال فشل في كسر شوكة المقاومة واستئصالها في الضفة الغربية، وهي تنتقل من مرحلة إلى أخرى وتفرض وقائع جديدة. والاحتلال فعلا يواجه أزمة ويواجه مأزق في الضفة الغربية يتمثل في عدم قدرته على اجتثاث هذه البؤر وتصاعدها، ولا يستطيع في نفس الوقت أن يعود إلى الاحتلال المباشر للمدن، يعني لا يستطيع أن يدخل قواته ويبقيها في داخل المدن سواء في نابلس أو في جنين أو في طول كرم أو حتى في عقبة جبر في أريحة. فهو يريد أن يبقى احتلالا نظيفا على آثار ما حصل عام 2002 لدى اجتياح الضفة الغربية. الاحتلال يقول بأن السلطة الفلسطينية لم تعد قادرة على فرض سلطتها في هذه المناطق، وهو مطلوب منه أن ينفذ عمليات أمنية في هذه المناطق بشكل مستمر تحجيم الانتفاضة أو تحجيم المقاومة وقمع المقاومين واستئصالهم، لكنه أيضا يفشل. نعم. طالما سيد صلاح كانت تأتي هذه الاقتحامات والاجتياحات بأثر سلبي عكسي على الاحتلال وتعزز من تنامي المقاومة وحضورها، وكما قلنا هو صحيح أن هذا الاشتباك الآن أو الاقتحام هو الأقوى، لكن في المرات السابقة عاد المقاومون من جديد وضربوا الاحتلال في مقتل عدة مرات في الضفة الغربية المحتلة. كيف يمكن للاحتلال أن يضمن نتائج هذه العملية اليوم؟ لا شيء مضمون بالنسبة للاحتلال. الاحتلال يصعد من وتيرة العمليات، وهو كما قلت هو في مأزق، يعني هو يتعامل مع حالة كلما اقترب منها ازدادت، يعني هو لا يستطيع أن يقضي على هذه الحالة. هو كل مرة يصعد يستخدم أدوات جديدة، يستخدم آليات جديدة، يستخدم تكتيكات جديدة. انتقل من عمليات الاغتيال من خلال اليمام واليسام ودخول وحدات مستعربين خاصة لاغتيال هذا أو ذاك إلى الاجتياح بالمصفحات، وتم تفجير المصفحات، ثم استخدم المسيرات، ثم استخدم الأباتشي، ووصولا إلى الدبابات وإلى سلاح الجو اليوم، والصورة متصاعدة. وبالتالي يتكرر مشهد عام 2002 ونحن في واقع مختلف تماما، يعني
هذه معطيات اليوم التغطية الحية والمباشرة لكل قنوات العالم لما يحدث في جنين هو دليل على أن انتفاضة الأقصى قد عادت إلى جنين، وأن ما فعله الاحتلال في عام 2002 في جنين لم يعد قائما، يعني لم يعد يؤتي أكله، لم يعد مخيم جنين الهادئ بدون مسلحين، بدون إطلاق نار، بدون عمليات. يعني فقط ما ينقص مخيم جنين هو الآن إرسال استشهاديين يفجرون الاحتلال في مستوطناته في الداخل في حيفا وفي نتانيا كما كان في انتفاضة الأقصى. أما أن يستطيع الاحتلال أن يجتث حالة المقاومة في مخيم جنين فهذا لم يعد يستطيع. معذرة للمقاطعة، تهديد المقاومة بأن الاحتلال إذا توغل أكثر إلى مركز المدينة أو مركز المخيم وارتكب مزيد من الحماقات بقتل المزيد، وهذا ما قد يبدو في الساعات القادمة، سيجر الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، بمعنى أنه ممكن يأخذ إلى تصعيد من نوع ما مع قطاع غزة. أعتقد قطاع غزة وليس قطاع غزة فحسب، يعني الـ كما يحصل وتتصاعد الأمور في مخيم جنين من المتوقع أن تتصاعد الأمور في أكثر من جبهة، وقد شهدنا في جولة القدس الأخيرة لدى الاعتداء على المعتكفين أن جبهات أكثر من غزة شاركت في رد العدوان على المسجد الأقصى. أعتقد أن الاحتمالات مفتوحة والجبهات كلها واردة بالانضمام لهذه المعركة، لذلك لست من الذين ينصحون الاحتلال بأن هذه الجولة أو يشيرون على الاحتلال بأن هذه الجولة قد تنتهي في مخيم جنين فقط. عندما تشتعل النار لا أحد يستطيع أن يعرف أين ستقف. فالمسألة ليست قطاع غزة، كما أن الضفة الغربية ليست فقط مجرد مخيم جنين ولا 48 أيضا. في جولات سابقة انطلقت النيران وفي سيف القدس وصلت إلى كل مدن الداخل وإلى كل الحدود، والقضية الفلسطينية أثبتت مرة بعد مرة أنها قادرة على الاشتعال مرة أخرى وعلى تجنيد كل الشعوب وكل وإشعال كل الحدود. لذلك الركون أو المراهنة على أن المسألة قد تنتهي في مخيم جنين أو قد تنتهي برشقات صواريخية من غزة ليس في مكانه. أشكرك جزيلا السيد صلاح العواودة، الكاتب والباحث في الشأن الفلسطيني، شكرا لك.